عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتطرق في هذا المختبر إلى كلاس ثاني من الكلاسات التابعة للبلاتي منتس وهي السيستودا. بعد أكملنا الكلاس الفريموتودا واللي هي وهي الفلوكس نوع يعني أنواع الفلوكات اللي اتطرقنا عليها منها الليبر فلوك، لانج فلوك، بلاد فلوك، عدة أنواع وتعتبر من الأنواع المهمة التي تسبب ديزيز دي الإنسان. سنتطرق إلى كلاس آخر وهو السيستودا، الديدان الشريطية تيب وورم. Common features of a class cystoda. 1. Adult worm is a flattened, ribbon-like without body cavity. 2. The body is composed of a head, neck, and segmented cytoplasm. The head has suckers, costillum, and hooklet or sucking grooves. The neck is the budding zone from which segments are formed. The cytoplasm consists of a mature, and pregnant broglodytes. 3. They are hermaphroditic. There is a set of female and male reproductive organs in every mature broglodyte. Digestive tract is absent. Nutrition is absorbed by the lee of body surface. All adults worms parasitize digestive tract of mammals. بالنسبة للصفات العامة، أهم صفات اللي هي تعتبر ديدان مسطحة شكلها مثل الشريط ولا تحتوي على تجويف، تحتوي على رأس سكولكس، وتحتوي على العنق التي تعتبر منطقة صغيرة وقصيرة وهي تعتبر البادينج زون التي عن طريقها تتبرعم إلى القطع الأخرى بسبب احتوائها على الجيرمينيتيف تيشو. بالنسبة للرأس يحتوي على السكرز، يحتوي على السكينج جروفز أخاديد الممصات، ويحتوي على الأشواك هوكليس، وأيضا على الروستيليوم اللي هو الخرطوم. بالنسبة للعنق اللي هي يعتبر بادينج زون عن طريق زون اللي تتكون القطع الأخرى اللي هي يسمى بالستروبيلس. الستروبيلس اللي هي الماتشور، والماتشور هو البريجننت اللي هي الجرافيد بروجلت. أما بالنسبة للدودة تعتبر أيضا مثل كما المحتاج هرمافروديت because it is contained the set or complete set of male and female reproductive system. بالنسبة للدايجستيف تراك فإنها لا تحتوي، يكون مفقودة، تكون تتغذى عن طريق الفلي الموجودة على سطحها. بالنسبة للهابيتيشن للدودة في الأمعاء الماملز وخاصة السمول انتستاين. The developing stages in intermediate host are called metacystoids, such as cysticercus, hydatidis, cysticercoid, pyrocercoid, pleurocercoid. Tapeworm are classified into two orders, Cyclophyllidia and Pseudophyllidia. Cyclophyllidia, the head is spherical with the suckers, hooklets, the uterus has no opening, one intermediate host is required, the egg contain an oncosphere, they are medically important such as Tina solium, Tina saginata, and Echinococcus granulosis. Pseudophyllidia, the head is spear-like with sucking grooves. The uterus has an opening, two or more intermediate hosts are required. The egg contains a coracidium and have to get into water to develop a human being. Occasionally, get infection. This worms includes Spirometra mansoni and Diphyllobacterium latum. بالنسبة لي اللاربة بالنسبة يعني تسمى حسب نوع الدودة. عندك الميتاسيستود اللي هي تكون انسيست لاربة. اللاربة الموجودة بالتينا سوليوم والتينا ساجيناتا تسمى بالسيستي سيركس، لكن اللاربة الموجودة في الأكياس المائية الإيكانوكوكوس جرانيلوسس تسمى بالهيداتيسيست. بالنسبة للبسيدوفايليديا اللاربة راح تكون سيستي سيركود، بروسيركود، بليروسيركود حسب نوع الدودة. طبعا الكلاس ستودا يصنف إلى أوردرين مهمين اللي هي سايكلوفيليديا وسيدوفايليديا. السايكلوفيليديا يكون الرأس كروي ويحتوي على السكرز ويكون هوكليتس، واليوترس لا يحتوي على فتحة، يحتاج إلى مضيف وسطي واحد، والإيك تحتوي على الأنكوسفير اللي هو الجنين، يكون يحتوي على 6 of hook arrange 2 pairs بشكل يعني على شكل طبقة يعني خطين، كل خط يحتوي على 3 أشواك. وتعتبر هذه سايكلوفيليديا من الأنواع المهمة الطبية التي تصيب الإنسان، ومثاله أفضل مثالين عليها تينا سوليوم تينا ساجيناتا، والمثال الثالث إيكاينوكوكوس جرانيلوسس ديدان ال التي تسبب الأكياس المائية. سيدوفايليديا هي يعني تعتبر من الأشكال الأخرى التي تصيب الإنسان، والديدان الطبية المهمة، ويكون شكل رأسها شكل رمح، يحتوي على أخاديد خاصة بالممصات، اليوترس تحتوي على فتحة ويحتاج إلى مضيفين وسطين intermediate host. الإيك يحتوي في داخلها جنين يسمى بالكوراسيديوم،
ويحتاج إلى الماء للتطور، بالإضافة إلى ذلك تصيب الإنسان. وأفضل مثال تعرف اللي هو سليم لازم رح نتطرق له. تينا سوليوم for the scientific name تينا سوليوم، the common name pork tapeworm. بالنسبة للاربة اللي تعود لتينا سوليوم اسمها بالسيستيسيركس سيليلوز. الديزيز اللي تسبب السيستيسيركس سيليلوز عند وجودها بالتشو راح يسمى بالسيستيسيركوسيس. لكن الادلت ورم وين موقعها او الهابيتات بالسمول انتستاين اوف هيومن، والديزيز عند وجودها بالسمول انتستاين اوف هيومن تسمى بالتينياسيس. اذا تسبب التينياسوليوم نوعين من الديزيز، تينياسيس اند سيستيسيركوسيس. التينياسيس ناتجه عن البيضه، والسيستيسيركوسيس ناتجه عن اليرقه. هسه راح نعرف بدورة الحياة شلون تستحدث الإصابة والمود أوف إنفكشن. بالنسبة للقطع الجسمية للتينا سوليوم سكولكس جلوبال 1 ملم with the four suckers 1 rostellum and 25 to 50 hooklets arranged in double crown. It consists of neck. It is the narrowest part of the body and budding zone containing germinative tissue and mature. بالنسبة للستروبيلا يتكون من ثلاث قطع عن mature broglets. تكون الودث أكبر من اللينث. Mature broglets الودث equal to length. الجرابت broglets الودث أصغر من اللينث. هذه القطع المهمة لجسم التينا سوليوم راح نشوفها بالشكل الآتي. هذا الاستروبيلا اللي هي القطع الثلاثة اللي هي mature matures جرافيت والنيك قطعة صغيرة وأقصر قطعة في الجسم، وهي بادينج زون عن طريقها يتبرعم القطع الأخرى. أما السكولكس يحتوي على 1 روستولوم 4 سكرز with hook. هذا الدودة البالغة الأدلت. هناية سكولكس مبينة بالشكل الأول four suckers with rostellum and hooks. الهوكس arrange with double crown. بالنسبة هنا 1 2 3 4 four suckers. هنا عندك الهوكس مبينة بشكل واضح الأشواك. Immature broglets are transverse rectangle located in the anterior part of the body and inner organs are developing. Mature broglets are square in shape and located in the mid part of the body and have 150 and 200 testes, a centrally straight uterus and 3 lobes of ovary. Pregnant gravid broglets are longitudinal rectangle located in the posterior part of the body and contain a branched uterus filled with the egg. The number of main branches on each side of the uterus stem is 7 to 13. بالنسبة للقطعة الغير الناضجة اللي هي أماتشور تقع في الجزء الأمامي وإنها تحتوي على يعني أعضاء في طور التطور. الماتشور تحتوي على شكلها رباعي مربع وتقع في وسط الجسم وأيضا تحتوي على 150-200 من التستس سنترالي ستريت بمركزها يحتوي على الرحم اللي يكون بشكل مركزي ويكون مخطط وثلاثة فصيصات من الأوفري. بالنسبة لي البريجننت اللي هي قرابة القطعة الحبلى هي أهم قطعة لإحتوائها على اليوترس اللي يكون filled with the egg. Mature segment broglets بالنسبة للقطعة الماتشور اللي هي مبينة هذا شكل اليوترس الخيط الممتد اليوترس هذا الدوائر اللي على الجهاد اللي هو يكون الأوفري منا ومنا رح يكون الأوفري والنقاط الناعمة رح يكون التستس. هسه النقاط الناعمة تكون التستس. هذا الجرافيت اللي هي القطع الحبلى تكون محتوية على يوترس مثل الشجيرة دنتريك شجيري filled with the egg. هذا اليوترس هو الخط الممتد على طول القطعة وبتفرعات
filled with egg. نجي إلى الإيج بالنسبة للتينا سوليوم اللي هو spherical surrounded with a thick shell. The egg of Tina saginata and Tina solium are indistinguishable. Morphologically, the egg are spherical diameter 31 to 43 millimeter, which a thick radially serrated brown embryophore inside each egg is an oncosphere with six hooks. في داخل كل بيضة راح يحتوي يوجد اللي هو امبريوفور حامل للجنين. حامل للجنين في هذا يعني البيضة يكون شكلها سبيريكال وشكل بيضة التينا سوليوم لا يمكن تمييزها عن شكل بيضة التينا ساجيناتا. وتحتوي في داخلها إلى حامل للجنين، في داخله جنين يسمى بالإنكوسفور، يكون سداسي الأشواك، هاي الشواك مبينة سداسية. في حالة أنه يتحرر، يعني في حالة وصول البيضة إلى الأمعاء، راح تزال هذه الطبقة السميكة ويتحرر هذا الجنين، وتتكون اليرقة اللي هي السيستيسيركس، وتسبب الإصابة. تحت المجهر الشكل بيضة بأنه لا يمكن تمييز شكل بيوض التينا سوليوم عن التينا ساجيناتا، ثم تكون محاطة بثيك سترايتد راديالي براون امبريوفور. هذا ثيك سترايتد براون امبريوفور. بالنسبة للطور اليرقي اللي ينتج عن التينا ساجيناتا يسمى التينا سوليوم عفوا بالنسبة للطور اليرقي اللي ينتج عن التينا سوليوم يسمى بالسيستيسيركوسيليوز ويسبب ديزيز يسمى بالسيستيسيركوسيس. It is a semi transparent and bladder like with like a white pomegranate seed about 0.6 to 1 cm. There is a fluid and a white scrotum with the four suckers and hooklets inside it. بالنسبة للسيستيسيركوسيليوز يكون لونه أبيض ويشبه حبة بذور الرمان ويكون قطعه من 6 إلى 1 سنتيمتر وتكون يعني مميزة تتطور يعني إلى بعد ذلك إلى وايت سكرولكس with four suckers and hooklets inside it. يكون يعني في داخلها هذا الشكل هاي السيستيسيركوس في داخلها هذا اللون الأبيض هي اللي تكون يعني في داخلها invaginated اللي هي راح يكون white scrotum with the four suckers and hooklets في داخلها. بعد ذلك هذا من راح يعني اليرقة هذه راح تخرج الرأس راح يخرج إلى الخارج ويبرز كل مميزاته من السكرز ومن الهوكلس وتبدأ يعني تكوين البيضة الكاملة وتتطور القطع البقية النيك والسيدروبلاس. The scrotum invaginates in the bladder. Under stimulation of bile, طبعا تحت تأثير البايل شافوا بأن شلون تتطور السكولكس اللي هو يكون بالطور اليرقي سيستيسيركس سيلوز يكون عبارة عن شكل دائري وداخله راح يكون رأس إلى الداخل محتوي على كافة الأعضاء اللي هي السكرز والسكند جروب والهوكليت والرستلوم وبعد ذلك سوف يتطور ويخرج إلى الخارج. هذا الرأس وعن طريق الرأس هناك عنق صغير اللي يحتوي على الجيرميت التشو راح يكون البادينج ويتكون القطع الأخرى اللي هي الستروبلس وهذه القطع الحبلى. بالنسبة للسيستيسيركي ان مايوكارديوم بالقلب توصل إلى أنسجة الجسم ومنها بالقلب هذا شكلها. لايف سايكل نجي لللايف سايكل اوف تينا سوليوم. اللايف سايكل تينا سوليوم لها عدة اتجاهات راح نتطرق لها. 1 final host man 2 intermediate host big or man infective stasis the circus and egg
الانفكتيف مود ايتينج راو بين بارك سايد اوف انهابيتيشن ادولت ان سمول انتستاين سيستيسكس ان تيشو انفكتيف مود اوف ذا سيستيسكوسس اندوجينيس اكزوجينيس اوتو انفكشن ات فورين سورس لايف سباين مور ذان 25 ييرز سيستيسكس كان سرفايفز 5 تو 6 ييرز ان هيومن بادي. بالنسبة لدورة الحياة، تبدأ دورة الحياة اللي هي بالمود of infection اللي هي طرق الإصابة by feeding or eating contaminated food and water containing the egg اللي هي تحتوي على البيضة. عند دخول الإيج إلى جسم الهيومن راح تصل إلى الأمعاء الدقيقة. بالأمعاء الدقيقة طبعاً الإيج هنا يا human acquire the infection by ingested raw or undercooked meat from the infected animal host بطريقتين للإصابة. هنا أما الإنسان يتغذى على أنسجة مصابة تحتوي إلى على الانسيست سيستيسيركس سيستيسيركي اللي هي موجودة بالمسلز وعند التغذى والوصول إلى السمول انتستاين سوف تتحرر هذه السيستيسيركس وتتطور ويبدأ نضوج ونمو الرأس والقطع الأخرى. هنا الأنكوسفير develop into cysticercae and the muscles are big or human. هنا الإنسان أول خطوة هي the mode of the infection اللي هي eating the or the human acquire the infection by the ingesting raw or undercooked meat from the infected animal host. الإنسان يتغذى على لحم الخنزير الذي مصاب باللاربة اللي هي cysticercae of tina sodium. عند دخول اللاربة عند دخول الميت المصاب باللاربة اللي هي سيستيسيركي سيلوز إلى غاسترو انتستاينال تراكت عند ريش تو ذا سمول انتستاين ذا لاربة اندرجو ديفلوبمنت بيجين ذا سكولكس يعني راح يبدا يتطور الراس المضمور الى داخل اللاربة راح يبدا بالخروج وتبرز الهوك وتبرز السكر وتبرز الروستلوم وكل اعضاء الراس وذلك عن طريق النك اللي يحتوي على الجيرمينيتيف تشو راح تنتج الاعضاء الاخرى اللي هي عفوا القطع الاخرى اللي هي ستروبيلا اللي هي اماتشور ماتشور جرافيت سيجمنت وتكون دوده بالغه. هذه الدوده بالغه هي خنثى في طبيعه الحال سوف تتكاثر في نفس الدوده في نفس جسم الدوده في القطع الحبلى طبعا في القطع الماتشور اللي تقع في وسط الجسم تحتوي على التيست وتحتوي على الاوفري وتحتوي على اليوترس ويحصل الفرتيليزيشن والقطع الجرابت اللي هي بريجننت تحتوي على اليوترس فولد وذ ذا ايج. القطع اللي تخرج مع الستول اللي هي الجرابت والايج اما الجرابت اما يحصل لها ديستراكشن في داخل السمول انتستاين وتتحرر الايج فنلاحظ في الخروج الايج والجرافيت سيجمنت وذلك بسبب ان الجرافيت سيجمنت ديستراكشن انسايد اوف ذا بودي اوف ذا هيومن بالسمول انتستاين عن طريق الحركه المعويه راح يحصل ديستراكشن للقطعه الحبلى وتتحرر البيوض او في بعض الاحيان القطعه الحبلى تخرج بسبب كبر حجم يعني راح تخرج بطريقه الباسيف اكسبيلر بسبب عمليه الطرد تكون حجم القطعة الحبلى لأتينا سوديوم جدا صغيرة ولا يمكن بطريقة التقلص والانبساط أن تخرج إلى خارج الجسم لكن بحركة الجهاز الهضمي والحركة المعوية سوف تتحرك وتخرج إلى خارج الجسم مع الفيسز. بعد ذلك في خارج الجسم embryonated egg and or grafted broglet ingested by pig or a human هذا طبعا الايج والجرافت سيجمنت موجودة في خارج جسم الإنسان في محيط قد يكون يعني على الخضروات فيأتي الخنازير تقوم بابتلاع وتناول الخضروات أو الفواكه أو المواد الغذائية الملوثة بالبيضة أو الجرافيت سيجمنت ويقوم بابتلاعها في داخل جسم الخنزير. البيضة طبعا يعني الغلاف سوف يتشقق ويتحرر الأنكوسفير اللي هو يتفقس وتكون الأنكوسفير. الأنكوسفير في داخل جسم في داخل أمعاء الخنزير راح يكون penetrate intestinal wall and circulate to the musculator
in pigs or human. فهذا الانكوسفير راح يقوم بنتريث them mucosal surface of the small intestine of the pig or the human and reach to the muscles. Reach to the circulation and reach to the muscles. في بعض الأحيان يصل إلى يعني تشو أو عضلات في الجسم في جسم الخنازير أو جسم الإنسان قد تكون مثل الآي أو البرين. هذه اليرقة عندما تقوم يعني بحاطة نفسها بغلاف في داخل المسلز تسبب مرض تسمى بالسيستيسوركوسيس وهو ناتج عن التطور اليرقي بعد تفريز البيضة وإنتاج الأنكوسفير. الأنكوسفير بداخل جسم الهيومن والخنزير له القابلية على penetration the mucosal surface of the small intestine and enter the circulation and reach to the different type of the muscles of the body such as خلينا نقول سنشوف بالسبكيوتينيوس ويمكن أن يوصل إلى البرين والآي. هذا الديزيز يسمى بالسيستيسيركوسيس ناتج عن السيستيسيركسيليدوز اللي هو التطور اليرقي. وهناك طريقة من الإصابة تسمى بالأوتو انفكشن نرجع إلى جسم الإنسان عندما تدخل عن أيضا عن الكونتامينيتد فود أند ووتر اللي هي تحتوي على الملوثة بالجرافيت أور الإيج تصل إلى سمول انتستاين. هذا طبعا تدخل دود قطع الحبلى راح تتشقق وتنتج البيوض وتتحرر البيوض والبيوض ايضا لها دور بانها تحرر الانكوسفير. الانكوسفير ايضا بنفس الطريقه راح يكون penetration ل mucosal surface of the small intestine reach to the circulate. لكن بعض الاحيان عند تكوين الدوده البالغه في الامعاء الدقيقه جزء من البيوض المنتجه من القطع الحبلى سوف تسبب اوتو انفكشن. شلون اوتو انفكشن؟ يعني الانسان يصيب نفسه بنفسه. هو مصاب راح يسبب البيوض راح تتحرر يعني تصير لها ديستراكشن في داخل الامعاء وتحرر الانكوسفير. الانكوسفير يكون سداسي الاشواك راح يرتبط بالميوكوسال سيرفيس اوف ذا سمول انتستاين اند ريتش تو ذا سيركوليشن وبالتالي راح يصل الى اعضاء من يعني جسم الإنسان muscles such as eye, brain and subcutaneous. هسه عرفنا المود of the infection اللي هي human acquire the infection by the ingesting raw or undercooked meat from infected animal host. يعني راح يأكل اللحوم التي مصابة والتي تحتوي على التطور اليرقي في أنسجتها اللي هي cysticercus أثناء دخوله اللحم إلى جسم الإنسان ووصوله للقناة الهضمية. راح الطور اليرقي يبدأ بتكوين الرأس يعني تحرير الرأس ومن ثم تكوين القطع الأخرى ويبدأ التكاثر اللي هو التكاثر اللي يكون هيرمافروديت وتكوين البيوض والقطع الحبلى. والقطع الحبلى والبيوض تخرج مع الغائط بحركة الأمعاء يعني مع الفيسز وتلوث المحيط الخارجي. وعندما تأتي أحد الحيوانات اللي هي الخنازير بتناول هذه البواكر والقذر الملوثة بالإيج أو الجرافيت سوف تحدث الإصابة للخنازير وتتحرر الأنكوسفير في داخل جسم الخنزير. الأنكوسفير يحتوي على أشواك لها القابلية على penetrate the mucosal surface of the small intestine reach to the circulation and reach to the different type of the muscles of the body such as eye and brain. الانفكتيف ستيج اللي هي راح يكون الايج اند السيستيسيركوسيس. الدايجنوستيك ستيج اللي هي الجرافيد سيجمنت. باثوجينيسيس اند كلينيكال مانيفيستاشنز. وان تينياسيس ات از كوزد باي ذا ادلت residing in a small intestine of the man. The adult irritates in the small intestine causing discomfort such as abdominal pain, anorexia, chronic indigestion, diarrhea, immunization, eosinophilia, and etc. 2. Cysticercosis caused by the cysticerc living in human tissue. The manifestations vary with the number of the cysticerc and tissue and organs involved. Teniasis يسبب تهيج بالأمعاء الدقيقة عدم الارتياح آلام في البطن فقدان الشهية الإسهال الهزال والإيزينوفيليا اللي هي increase of the IgE antibodies. Cysticercosis طبعا موجودة بالتشو. أهم العوارض
تعتمد على number of the cystic circles وأيضا العضو للصيدة. Now, subcutaneous type. The subcutaneous nodules are usually found in head, limbs, neck, abdomen, and back. They are painless. بالنسبة للتوم, note the cystic circles and tom. توصل حتى للسان. بالنسبة للآي, ocular type. The cystic circles is the usually found in the vitreous body of the retina, visual disturbance. Often occurs the diet body of the worm may provoke local inflammation causing blindness. في بعض الأحيان الإصابة تسبب إلى العمى. Brain type. The symptoms are related to the site of the infection. The patients may manifest headache, nausea, vomiting, epilepsy, paralysis, weakness, and limb diplopia. Dizziness, mental disorder, epilepsy is the most frequent symptoms of brain cystic circosis. طبعا تصل للدماغ تسبب أعراضه اللي هي الغثيان وجعالة في الرأس, التقيؤ, الصرع, الشلل, الضعف وضعف بالأطراف وطبعا الدوار والاختلالات العقلية. ويعتبر الصرع هو أفضل مثال على البرين سيستي سيركوسيس. يسمى هذا الديزيز نيورو سيستي سيركوسيس, يعني مثل أجيب لكم تعريف نيورو سيستي سيركوسيس. تعرفوا ديزيز that caused by the tina solium result from the infected of the tina of the cystic circuit cellulose of the tina sodium and the tissue of the brain. وتشرحون شوية عن الطريقة اللي شلون دخل ووصل به للبرين, جزء من دورة الحياة, يسمى بالنيرو نيرو cystic sarcosis. Diagnosis, the teniasis, confirmative diagnosis of teniasis is made by fungic graft droplets or egg and stool. Direct fecal smear, brine, flotation technique, silicone tap technique, cystic sarcosis, biopsy of the subcutaneous nodule, X-ray, CT, or MR are used for the diagnosis of a brain type and orthotomoscope examination is used for ocular form. Immunological tests are for reference only. بالنسبة لطرق التشخيص التينياسيس, تينياسيس هو عبارة عن وصول البيضة إلى الأمعاء الدقيقة وتطورها بعد ذلك إلى الدودة البالغة. نفحص عنها عن وجود الإيج أو القطع الحبلى في الأسطول. أما الدايركت سمير نأخذ مسحة مباشرة عن طريقة السيليفون أو طريق الفلوتيشن التطويب. نستخدم مواد تساعد على تطويب البيضة. نأخذ الطائف ونزيل السيدمنت, لأن المواد اللي استخدمناها في هذه الحالة يعني تساعد على تطويف البيضة. ما مرض السيستي سيركوسيس اللي يوجد في الأنسجة الجسم عن طريق الإكس راي, سي تي سكان, ام ار, وايضا طرق تشخيصية لايضا اصابات العين. واما بالنسبة للفحوصات المناعية تستخدم في الريفرنس اولي. تريتمنت اند بريفنتيشن. تريتمنت اوف تينياسيس, برازي كوانتل ماي بي يوزد تو تريتمنت اوف سيستي سيركوسيس. Surgical removal is required for ocular and superficial cystic sarcosis. Praziquantel may be used to treat brain cystic sarcosis, but the patients should take praziquantel in hospital. Niclosamide may be used. Nigelitina saginata, adult worm live in the human. Small intestine causing teniasis, larval stage, cystic sarcus bulbus, live in the cuttle tissue. This disease is prevalent all over the world. اسم الـ scientific name Tina saginata, الـ common name اللي هي beef tape worm, يعني الدودة الشريطية التي تصيب الأغنام أو المواشي. اللاربل الناتجة عن التينا سجينات تسمى cystic circus bulbus. هناك بالتينا سوليوم تسمى بالcystic circus سليلوز. تكون الهابيتيت in the cattle tissue وتستوطن الأمعاء الدقيقة للإنسان. Intermediate host هي الكتل, والdefinitive host اللي هي الهيومن تعتبر اللي هي أكثر prevalence in all over the world.
بالنسبة للـ differences between the Tina solium و Tina saginata، نلاحظ بأن Tina saginata أكبر حجماً وأسمك من الـ Tina solium، ابتداء من الرأس إلى نهاية القطع. Scolex. هنا الـ Tina solium، هنا الـ Tina saginata. تينا سوليوم طبعا الرأس يحتوي على أشواك، لكن تينا ساجيناتا without hooklets. الفرق بيناتهم، تينا ساجيناتا أكبر طبعا من التينا سوليوم. هنا بالنسبة للمشهور القطع تحتوي أيضا على الأوفري وتحتوي على التستس واليوترس، وهي تعتبر مكان يعني يقع في الميد part of the body. شوف الاختلاف بينهم تحت الميكروسكوب. بالنسبة للجرافيت اللي هي pregnant segment، هنا بالتينا سوليوم شلون واضحة وتكون thick، لكن بالتينا ساجيناتا تكون dendritic، تكون متشعبة بشكل شجيرات متفرعة، وتكون بالاثنيناتهم filled with the egg، uterus filled with the egg. بالنسبة للسيستيسيركس الطوري اليرقي للتينا سوليوم يسمى بالسيستيسيركس سيليلوز، لكن السيستيسيركس الطوري اليرقي للتينا ساجيناتا يسمى بالسيستيسيركس بوفوس. موضح. طبعا الطوري اليرقي يصل إلى الأنسجة ويسبب السيستيسيركوسيس في حالة التينا سوليوم. هنا بعض الاختلافات بالنسبة للأدلت والتينا سوليوم والتينا ساجيناتا. الإيك متشابهات، length 2 to 4 meters بالسوليوم، وايل الساجيناتا 4 to 8 meters. Scolex 1 millimeter in diameter with the 4 suckers and hooklets. بالنسبة للسوليوم تحتوي على الهوكلتس، بالنسبة للساجيناتا 2 millimeter تكون أكبر in diameter and 4 suckers but no hooklets، لا تحتوي على الأشواك. Number of the segments 700 to 1000 بالنسبة للسوليوم، وايل إن السجناتا 1000 to 2000 بالنسبة للسجناتا. ماتشور بروغليتس القطع الناضجة 3 lobes of ovary، هنا تحتوي على 2 lobes of the ovary بالسجناتا. جرافيت بروغليتس يكون 7 to 30 يوترين لاترال، هنا راح يكون السجناتا 15 to 30 يوترين لاترال. هنا والتينا سوليوم راح يكون 7 to 13 يوترين lateral branches on one side، وهناك 15 to 30 يوترين lateral branch on one side. Number of regravid اللي هي usually several segment، هنا usually single segment في التينا ساجيناتا. بروغليت ديتاتش طريقة الانفصال القطع، mode of the broglet هنا راح يكون بالتينا سوليوم passively expelled بعملية الطرد السلبي، ويعود إلى أنه القطع الجرافيت سيجمنت بالتينا سوليوم جدا صغيرة وتطرد بعملية الطرد السلبي اللي هي خروجها مع الفيسز، وذلك لعدم تكون حركتها جدا بطيئة لصغر حجمها. لكن التينا ساجيناتا لكبر حجمها تكون active migrate out of the anus، يعني لها قابلية للتقلص والانبساط أن تخرج مع الحركة المعوية وتتصل إلى الانيس، يعني perianal region. لكن هنا الصوديوم خروجها مع الفيسز بعملية passively expelled الطرد السلبي. Passing out cysticercus scolus with the hooklet found in the man and pig، while in the saginata no hooklet in scolex only found in the cattle. Disease caused in man teniasis and cysticercus هنا teniasis. بالنسبة للإير يكون متشابهين من الصوديوم التينا ساجيناتا. Life cycle. The intermediate host is cattle and cysticercus bovis cannot live in human. The others same as those of Tina solium. Pathogenesis usually only single worm is present and the patient is no symptom. Some patients may complain of migrating broglets from anus with the pruritus at the perianal region, abdominal discomfort, nausea, vomiting, constipation, or diarrhea may occur. Diagnosis: finding of gravid broglets or egg at the perianal region by siphon tapeworm.
treatment same as that of T-sodium. Thank you for listening.